على أنغام بنت الشلبية للسيدة فيروز. نطل عليكم مشاهدينا بهذه البداية السعيدة لهذا النهار السعيد، ونقول فطر سعيد. فطر سعيد طوني، وفطر سعيد لمشاهدينا أيضا. طبعا نتمنى أن يحمل هذا العيد الصحة والأمل بغد أفضل خال من الأمراض والحروب. ونرحب بفنانين الحساسين الموسيقيين بيننا، ريما زرزور على القانون، يزن جومر على العود، ورضوان عزام على الطبلة. نورتونا، ينعاد عليكم. إذن صباح النور مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. مواضيعنا كالعادة متنوعة، والبداية مع حقيقة انتقال عدوى كورونا من خلال لمس الأسطح، مع ما يأتي معها من شائعات. صحيح. كيف سيكون مستقبل أولادنا في ظل التغيرات التي يشهدها العالم مع أزمة كورونا؟ سؤال نسلمه لك يا سارة. سؤال يشغل بال العديد من الأهل، وسنجيب عليه من خلال الحلقة. ومن تونس، تطبيق إحمي لتعقب مصابين بفيروس كوفيد-19. أما أشهى الأطباق فمع الشيف الذي روجنا لكرمه يوم السبت، وهو كريم. الشيف وليد، صباح النور. صباح النور توني، صباح النور سارة، فطر سعيد يا رب. علينا وعليك. صباح النور مشاهدينا، كمان ينعاد عليكم يا رب بلبنان، بالوطن العربي، بكل أنحاء العالم. اليوم نحن وياكم رح نعمل سلطة الحلوم المشوي مع البتنجان والجوز، أما الطبق الرئيسي رح يكون الدجاج على الطريقة المكسيكية مع الرز والأعشاب. شكرا جزيلا شيف، ومتابعين معك بالتأكيد خلال الحلقة، والبداية من فلسطين وبالتحديد من غزة، وفرحة العيد المنقوصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. كل تعاطفنا مع أهلنا في فلسطين. المزيد من هذه الأجواء في هذا التقرير من غزة. فالوضع الاقتصادي الصعب اللي بنمر فيه وبتمر فيه البلد، الناس صارت تلجأ للصيانة الأحذية أو صيانة الشنات بدل من الإقبال على الشراء، سبب عدم مقدورها اللي هو تلبي متطلبات أطفالها. يعني اليوم اللي كان يجي بيشتري له كوندرة بعشرين ثلاثين شيك، اليوم يعني بيصلحها بشيك باثنين شيك، لأنه مش زي كل وقفات عيد. كل وقفات عيد كانت الناس يعني تطبل طبل، وفي مصاري وفي دخل وفي إشي. كورونا هذه جاتنا من ما نعرف، إنه جاتنا لثلاث شهور يعني خربانة. إيش إيش الوضع الاقتصادي بشكل عام في فلسطين؟ سيء جدا. الحركة هذه كلها أغلبيتها على الفاضي، يعني الناس بتنزل، في اللي بتنزل بينزل فسحة، يعني في بينزل يتفرج على موديلات، بقول لك إيش في السوق. الوضع الاقتصادي بغزة سيء وبالضفة سيء. بسببه إيش؟ سبب الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي زي ما هو محاصر غزة بحاصر عمال التفسير. يا سيفة تعبانة يا ساني من الوضع اللي بيصير، كل ما أنا بسوق يعني اليوم أحسن من بكرة، بكرة أحسن من بعد. الناس بعد الكورونا هاي ماكلة هوا، الوضع متدهور، الناس فيش مصاري، البضاعة غالية، فالعيد راح يكون فيش له بهجة زي زمان. الجوامع مغلقة، صلاة التراويح معطلة، صلاة العيد معطلة، بتروح بهجة العيد فيه. يعني احنا السنة انحرمنا ان نزور اقاربنا، نروح نعيد عليه، هذه غصة بالقلب. يعني سارة، رغم أن عدد الإصابات في غزة ليس عاليا كثيرا، فقط هناك 30 إصابة، إلا أن استيراد مستلزمات العيد لغزة انخفض بنسبة 30 و40% في هذا العيد. غزة كأن لها حصة دائما من الأزمات. كل حبنا لأهالينا في غزة. بالتأكيد، ولكن تعرف توني أحيانا بفكر فيها بطريقة مختلفة. هذا العيد ليس عيد ملابس جديدة، ولا عيد مأكولات ولا مشروبات، ربما هو عيد صحة أكثر. يعني أكثر شيء حيخلي العيد سعيد لما ما نلاقي إصابات في أهلنا، لما ما نلاقي إصابات في الناس اللي احنا بنعرفهم وبنحبهم وغاليين علينا،
ربما تزامن رفع الإجراءات أو تخفيف الإجراءات في العالم كله مع فترة العيد، فأصبح وكأن هناك موجة من انطلاق الناس للطرقات وكسر القوانين أو الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الوقت. بالأمس رأيت صور من كندا من أونتاريو للعالم وهم نزلوا على الحدائق بأعداد جدا كبيرة. دوكفورد وهو محافظ أونتاريو طلع وتحدث عن ذلك أنه هو أصيب بالصدمة واعتقد وشبهها بأنه وكأن هناك حفلة روك في الحديقة من كثر التزاحم، وكان جدا بيتأسف لهذا الشيء لأنه ممكن يهد كل الجهود. وأخلينا اقتبس منه تشبيه هو قاله وأنا أعتقد أنه جدا ذكي، أنه انتشار المرض يشابه جدا انتشار الحرائق في الغابات إذا لم نكون واعيين جدا بما يحدث. نعم، ذكرني طبعا بتقرير أو عنوان لتقرير وتحقيق لواشنطن بوست كان بتقول مبارح حذاري أيها الأمريكيون، خصوصا لأنه هني بفترة هلأ الانتقال من الشتاء إلى الصيف، عندهم ميموريال داي بيصير في حرارة بالطقس وبيصير عندهم هذا الميل بأنه يخرجوا للهواء الطلق مثل ما حصل بكندا. واشنطن بوست ذكرت بالموجة الثانية من الإنفلونزا الإسبانية ومخاطرها، مشبهة هذا الأمر بكورونا على أمل ألا نرى موجة ثانية. بس مثل ما قلتي مسؤولية الناس مهمة. صحيح. كمان مبارح بمصر لفتنا فيديو مضحك مبكي بعض الشيء. بنعرف أنه بمصر الحكومة المصرية قررت بأنه ما ترفع الحجر عن دور العبادة حتى النصف الثاني من شهر يونيو حزيران، ولكن بعض دور العبادة أيضا لم تلتزم بهذا الأمر في العيد. وشفنا مبارح فيديو لشيخ هربين بالشارع من الشرطة، مضحك مبكي طبعا بس ضروري نتعلم. صحيح. وصورة أخرى كانت أيضا جدا ما حلوة، كانت من السودان لوقت صلاة العيد، واللي هو أيضا السلطات منعت برضو موقفة العبادات وغيرها في لهذا الوقت. وانتشار الأعداد توني في السودان مخيفة ومرعبة وبتنتشر بسرعة، وما زال الكيرف عالي جدا جدا، منحنى تسجيل الإصابات. الصورة كان مش ما فيها تباعد اجتماعي، فيها اكتظاظ، يعني وكأنهم كانوا في توجيه بالاكتظاظ. على كل حال رح نسأل عن السودان مع زميلتنا ليال بعد شوي. طبعا خبرتك عن السودان، خبرني عن لبنان. بلبنان المشكلة كانت مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. البعض يلقي اللوم عليه والبعض على مؤيديه لأنه أثناء دخوله إلى أحد المساجد في بيروت ليصلي في عيد الفطر، الجماهير كلها اجتمعت حوله وكانت بعيدة كل البعد عن التباعد الاجتماعي للأسف. يعني كلهم أخبار، بإحنا بنوصي دائما الناس بالالتزام بالإجراءات، ولكن خلينا نكفل بصورة جميلة حضارية بعض الشيء وحضارية، وبنقول تحيتنا لهم من تونس وهم بيأدوا صلاة العيد، أدوا صلاة العيد ولكن حافظوا على التباعد الاجتماعي، والصورة كانت فعلا جدا رائعة. احنا بنتمنى السلامة لكل مشاهدينا في كل مكان، ولكن رفع الإجراءات أو تخفيفها لا يعني أنه نحن الآن بسلام، يجب التقيد. والكلمتان الأخيرتان في مقدمتنا، الحرية مسؤولية. صحيح. عندك أو عندي؟ عندك. أنا كنت بلشت روج لفقرة الزميلة ليال بأنها ستستضيف مراسلنا في السودان شيبة الحمد للتحدث عن وضع كورونا هناك. المزيد من الأخبار السياسية على الصعيدين المحلي والعالمي مع الزميلة ليال بشارة ومع الخبر. صباح النور توني وسارة، مشاهدينا فطر سعيد، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان حميدتي عن أنه تقدم بمبادرة للمصالحة في ليبيا قبلتها حكومة الوفاق ورفضها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، نافيا وجود قوات سودانية تقاتل في الأراضي الليبية. وجاء ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الليبي رصده أمس هبوط طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد، نقلت مرتزقة روس فروا من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس، بينما قدر عمدة المدينة عددهم ب1600 مسلح.
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا بوصول عدد الإصابات فيها إلى 350,000. وقد سجلت الولايات المتحدة 638 وفاة إضافية بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 97,686 إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز. وحتى مساء الأحد أصاب كورونا أكثر من 5,464,000 شخص حول العالم وفق أرقام عالمية. في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 وفاة بكورونا و752 إصابة وتعافي 179 مريضا، ومع وصول حصيلة المصابين في مصر إلى أكثر من 17,000 في ساعات 24 الماضية، سجلت السلطات العراقية وفاة 8 أشخاص بالفيروس وإصابة 160 آخرين. كما شهد اليمن وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة كورونا، بينما سجلت في السودان تجمعات واسعة للمواطنين خلافا للتعليمات. مشاهدينا، للمزيد معنا من الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد. شيبة، بداية صباح النور. صباح الخير، كل عام وانت طيبة وكل متابعي صباح النور بألف خير إن شاء الله. شكرا ولكم أيضا وأهالي السودان. إذن بالمثل شيبة، بداية السودان سجل يوم أمس 256 إصابة، بينها 209 إصابات بالعاصمة الخرطوم. هذا الرقم يفهم إن ما أخذنا بعين الاعتبار أن السكان لم يلتزموا بإجراءات التباعد، هم شاركوا إذن بصلاة العيد بتجمعات كبيرة بمناطق مختلفة من العاصمة السودانية الخرطوم، أليس هذا ما حدث؟ نعم، هنالك من صلى في جماعة في عدد من أحياء الخرطوم، وهنالك من التزم أيضا بموجهات التباعد الاجتماعي التي من خلالها يحاول الجميع أن يحول دون انتشار الفيروس بصورة أوسع. ولكن هنالك من يقول إن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسلطات الصحية في الفترة الماضية مجافية للواقع، باعتبار أن هنالك تقاطعات مع عمل سياسي تمارسه الحكومة، باعتبار أن فيروس كورونا ليس بهذه الأرقام الكبيرة حتى الآن، لم يسجل هذه الأرقام في على أرض الواقع، ولكن الضغوط الاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعل الحكومة تستخدم هذه الورقة لمحاولة التخفيف من الضغط عليها لتوفير عدد من الخدمات الأساسية التي سيكون الطلب عليها عال في حال إذا ما كانت هنالك حياة اعتيادية دون حظر شامل. هذا ما يقوله البعض في الشارع، ولكن بالمقابل البعض يؤمن أن فيروس كورونا هو واقع وأنه أصاب جميع دول العالم وأن السودان ليس بمستثنى عن ذلك، فيجب على الجميع أن يتوقع هذا الفيروس وأن يشارك في الحملة التي تحد من انتشاره، خصوصا أن السودان لديه عدد من المشكلات في النظام الصحي في السنوات الماضية، لم يكن يجد الرعاية والاهتمام الكافيين اللذين يكفيان لاستيعاب عدد المرضى الذين قد ينتجهم هذا الفيروس أو قد يصيبهم هذا الفيروس ويدفع بهم إلى المواعين الصحية. هذا بخلاف الأمراض الأخرى، معظم المستشفيات لديها إشكالات على مستوى الكوادر الطبية، على مستوى البنية التحتية كذلك. ربما ما يدفع إيجابا شيبة أن وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم علي أتوم عمل بمنظمة الصحة العالمية لمدة 24 عاما، ربما ذلك سيساعد السودان إذن بهذه المرحلة الحرجة. بفرضيات أخرى شيبة، يقال بالسودان أن أئمة مساجد محسوبين على عهد النظام السابق المعزول هم من دعوا إلى هذه الصلوات الجماعية والتي يعني خالفت بطبيعة الحال الإجراءات الحكومية فقط لبث الفوضى، ما طبيعة هذه المعلومات؟
في الواقع هنالك معارضة لبعض سياسات الحكومة في الفترة الماضية، وهذا وضع طبيعي جدا باعتبار أن النظام البائد هو نظام معارض الآن، هو كتلة سياسية معارضة الآن بكل حلفائها الذين كانوا معها في الفترة الماضية. وبطبيعة الحال هنالك من يختلف مع هذه الحكومة ويتهمها بأنها حكومة تذهب إلى علمنة الدولة، وهذا ما لا يريده أنصار النظام السابق. بالتالي في كل الأمور التي تتعلق بالشعائر الدينية وإن كانت للمصلحة العامة هم يقفون ألف مرة، باعتبار أن هذا التوجه ليس توجه يتعلق بالصحة العامة فقط، وإنما ربما يعبر عن علمانية هذه الحكومة في الفترة الانتقالية، مع أن هذا الأمر غير مطروح حتى الآن حتى مع الحركات المسلحة. أرجئ هذا الأمر على طاولة حوار وأمر علمانية الدولة أو غير ذلك، نعم، سيحدد لاحقا. بالنسبة لهؤلاء الذين يتبعون للنظام السابق كانوا قد نشطوا في الفترة الماضية، دعوا إلى مجموعة من التظاهرات ضد هذا النظام القائم الآن في الفترة الانتقالية والحكومة الفترة الانتقالية، حكومة قوى الحرية والتغيير، لمحاولة إسقاطها أيضا كما أسقطت قوى الحرية والتغيير النظام الفائت عبر الشارع والحراك الجماهيري. نعم، شكرا جزيلا لك شيبة الحمد مراسلنا بالعاصمة السودانية الخرطوم. شكرا لكم مشاهدينا. في أنبائنا الأخرى، احتفل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، وحذر في خطاب متلفز من أن بلاده لن تركع أبدا أمام واشنطن التي كانت نددت بإرسال شحنات الوقود الإيرانية تلك إلى فنزويلا. مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة في القدس المحتلة في قضايا فساد تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ووصف نتنياهو ما يجري بأنه محاولة لإسقاطه سياسيا مع معسكر اليمين. ورفعت الجلسة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي في الحكم بعدما طلب محامي نتنياهو من هيئة المحكمة مهلة من شهرين إلى 3 شهور لفهم نطاق مواد التحقيق. مشاهدينا، ختام الموجز الآن إلى جولة الصحف. ونبدأ مع صحيفة القدس العربي، هي كتبت على موقعها الإلكتروني عن رصد الجيش الليبي هبوط طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد لنقل مقاتلين من شركة فاغنر الروسية فروا من محاور القتال بجنوب العاصمة الليبية طرابلس. نعود إلى لبنان. صحيفة النهار توقفت عند خطبة المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان بمناسبة عيد الفطر، إذ أعلن أن ما قام به بشار الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت، معتبرا انقلابا على النظام واتفاق الطائف. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الثنائي الشيعي الذي يعتبر إذن المفتي أقرب إلى حركة أمل بين الجانبين. عربيا دائما في العراق، صحيفة المدى كشفت عن فحوى المحادثات التي أجرها وزير المالية العراقي علي علاوي في السعودية. هو لم يطلب قرضا بل استثمارات سعودية تضخ بالعراق. خليجيا في قطر، صحيفة العرب اهتمت بالتزام مشرف لأهل قطر في احترام إجراءات التباعد في يوم عيد الفطر، منها البقاء في المنازل وتواجد عدد قليل من السيارات على الطرقات، ما سيكون له أثر كبير على الصعيد تخطي فترة ذروة وباء كورونا بأمان. في دول المغرب العربي بتونس تحديدا، صحيفة الشروق كشفت عن تسجيل 3 إصابات بكورونا يوم أمس في تونس خلال الاحتفال بالعيد بعد أيام من تسجيل 0 إصابات في البلاد.
في فرنسا صحيفة ليبراسيون عنونت عن نداء استغاثة وجهه العاملون في المجال الصحي بفرنسا، دعوا فيه الرئيس الفرنسي إلى فعل أقوال تثني على عملهم في مواجهة وباء كورونا، منها تحسين ظروف عملهم وزيادة في الرواتب. ختاما مع صحيفة العربي الجديد، تناولت في عنوانها الرئيسي العلاقة بين بكين وواشنطن، وقالت إن ما يجري هو رياح حرب باردة بين الجانبين. الصين نددت بدورها بفيروس سياسي في واشنطن قد يتسبب بحرب باردة. صورة الغلاف خصصت للوضع في مدينة أبيان اليمنية، وقالت الصحيفة إن هذه المحافظة اعتبرت في مرحلة الاحتلال الإنجليزي مفتاح الحرب والسلم، وما زالت حتى يومنا هذا. كاريكاتير الصحيفة لعماد حجاج نشر أو رسم فيه عن عيد الفطر الذي تزامن هذا العام إذن مع إجراءات تباعد وحجر منزلي في العديد من دول العالم لاحتواء وباء كورونا. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الجولة الأولى من الفقرة السياسية. اللقاء الثاني بعد ساعة من الآن، كونوا على الموعد. صباح النور من جديد مشاهدينا. على الرغم من تأكيد جميع الدراسات أو غالبيتها أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على الأسطح المختلفة لفترة تتراوح بين ساعات وعدة أيام، إلا أن صيغة محدثة على موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة خلصت إلى أن الفيروس التاجي لا ينتشر بسهولة من لمس الأسطح أو الأشياء. حول هذا الموضوع نتحدث مع عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية البروفيسور عبد الرحمن البزري. بروفيسور أهلا بك. يعني بين دراسات للمعهد الوطني الأمريكي للصحة تقول إن الفيروس أو فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح لمدة 7 أيام وفي الحرارة المتدنية لمدة 28 يوما. اليوم نسمع عن دراسة أمريكية أيضا تقول إنه لا يدوم حتى لساعة على الأسطح. ما رأيك بتناقض هذه المعلومات؟ بداية صباح الخير وينعاد على جميع المشاهدين عيد الفطر سعيد يا رب. صباح الأنوار وينعاد عليك. بداية ما في شك أنه فيروسات الكورونا هي فيروسات RNA. نحن نعرف أنه RNA هو فيروس عدم مستقر بالبيئة، وبالتالي الظروف البيئية هي اللي بتشجع على بقائه وبتشجع على الانتهاء منه. لذلك الدراسات اللي قامت انه هو عنده اعمار مختلفة على مختلف المسطحات، سواء كانت المسطحات معدنية او كانت من القماش او كانت من الخشب وغيرها. هذه الدراسات كانت مبنية على اخذ سوابس عينات ومحاولة اكتشاف الدي ان اي للفيروس عليها. نحن كنا بنعرف انه الار ان اي للفيروس عندما نكتشف الحمود النووية لهذا الفيروس، هذا مش بالضرورة حتى لو اكتشفناها معناتها هذا الفيروس حي او يملك كل القدرة لحتى يستطيع ان يسبب الانتقال، لانه الفيروسات تختلف عن البكتيريا وتختلف عن الطفيليات الاخرى، بمعنى انه هي منا خلية كاملة، هي عبارة عن حمود نووية موجودة داخل قوقعة معينة. لذلك محاولة اكتشافها مثل ما شفنا مثلا بالباخرة اليابانية اللي صار فيها مشكلة كبيرة، اكتشفوا انه بعد في RNA للفيروس بعد 28 يوم حتى خلال عملية التنظيف. هذا لا يعني بالضرورة ان الفيروس موجود وقابل على الانتقال، لكن لهذه اللحظة بما انه الدراسات غير محسومة حتى نكون على الجانب الامين من الحسابات، يعني لحماية الناس ولحماية المجتمع، نقول ان وسائل الانتقال هي 2: الانتقال اما المباشر بواسطة السعال والرذاذ والمفرزات التنفسية اللي ممكن احيانا تحمل الفيروس بالجو لساعة او ساعتين او ثلاثة بحسب كمان الظروف المناخية والهواء، او احيانا بسبب التماس غير المباشر عندما تتلوث هذه المسطحات وبيجي حدا بيستعمل نفس هذه المسطحات او الادوات وراء الشخص الثاني.
هلا الدراسة اللي عم تعلن عنها السي دي سي بأتلانتا كتير مهمة، لأنه إذا كانت هذه صحيحة وإن شاء الله بتتأكد صحة دراسات تانية شبيهة فيها، معناتها أنه نحن نميل إلى استخدام المطهرات والمعقمات في البيئة أكثر من اللزوم. نحن صحيح هلا الهمنا الأكبر هو عدم انتقال الفيروس، ولكن علينا أن نتذكر أن كثرة استخدام المطهرات والمعقمات خاصة بالرزاز والرش والسوائل وغيرها لها تأثيرات سيئة على البيئة، لها تأثيرات سلبية على البيئة. نحن دائما بنناشد المدن والبلديات وغيرها من المحافظات وإدارات المدن أنه عملية الرش هذه اللي عم نشوفها بالهواء هي غير مبررة، وبالتالي في كثير من استخدام المواد الكيماوية للتعقيم قد يكون ضار بالبيئة، وإذا هذه الدراسات تأكدت ربما لا يكون لها مبرر، وبالتالي الوقاية بالماء والصابون وبعض التعليمات الطبية التي لها علاقة بالصحة العامة والسلام العامة وأداب التصرف قد تكون كافية. ولكن كأنه لا غنى عن المواد المطهرة والمعقمة حتى لو استمر الفيروس دقيقة واحدة على السطح، يعني هنا صحيح. تلفتني دراسة أخرى للمعهد الوطني الأمريكي للصحة تقول إن المعقمات إذا ما ازداد التركيز الكحولي فيها إلى 70% قد تزيل الفيروس عن السطح في غضون دقيقة واحدة، ما رأيك؟ صحيح، نحن بنقول الكحول السبيرتو يعني اللي بيستعملوه بالمستشفيات وعلى الجروحة 70% وما فوق بكفي، هي نسبة كافية. ويقال انه حتى اذا زاد النسبة عن 70% ما إلها مبرر، لانه انت كل ما تزيد نسبة الكحول بالسبيرتو بصير هو متطاير في الهواء اكثر، وبالتالي يمكن بقاؤه على السطوح يصبح اقل. لذلك التوصية كانت دائما بانه سبيرتو هو مادة معقمة الثمن، وخاصة إذا كانت تحتوي على 70%. هذا لا يعني بالطبع سواء كانت الـ NIH study الأولانية يعني المعهد الوطني للبحوث كانت صحيحة، هذا لا يعني أن نتخلى عن التعليمات النظافة الشخصية، يعني بمعنى أنه نمسح المسطحات، بمعنى أنه ننظف إيدينا مظبوط في الماء والصابون ما تستطعنا، وباستخدام سبيرتو أو المعقمات الأخرى ما تستطعنا. ولكن مثل ما عم نشوف أنه هنالك حالة من الزعر في التعاملات اللي عم نشوفها بين الناس، ربما نستطيع أن نقلل من حالة الزعر هذه، وبالتالي هذا يسهل أو يساعد على عودة الحياة إلى نمطها الطبيعي في المستقبل وضمن احتياطات مقبولة وليست احتياطات مفرطة. نعم، طيب الكل في هذه الأيام يعني لديه خشية دكتور عبد الرحمن البزري من موجة ثانية من كورونا، صحيح. ما رأيك؟ هل هذه الخشية مبررة؟ أول شيء خليني أقول أنه نحن ما زلنا في الموجة الأولى، ورغم صحيح. وجود بعض الانتكاسات اللي عم نشوفها بلبنان مثلا أو في بعض الدول العربية أو بدول حتى أوروبية وغيرها، نحن ما زلنا هلأ نعيش الموجة الأولى وعقابيلها يعني وتداعياتها. الموجة الثانية إذا بدها تظهر وبدنا ناخذ الدراسات اللي انبنت عليها نظرية الموجة الثانية وهي شبيهة بالإنفلونزا الإسبانية اللي حصلت 1918، الموجة الثانية إذا كانت ستظهر في الخريف المقبل. لذلك نحن عندنا فرصة هلأ استثنائية لنحضر حالنا، لنحسن حالنا لحتى ناخذ كل الاحتياطات الضرورية، وحتى أن نعتاد على التعايش ولو كان المؤقت أو الدائم مع الكورونا بانتظار موسم الخريف القادم، حيث نحن بنعرف مع الخريف ومع تغير برودة الطقس ومع تغير الظروف الصحية بيرجع النشاط لمعظم الفيروسات التنفسية. وعلينا أن نتذكر أن الكورونا هو فيروس تنفسي، وأنا أبناء عم هذا الفيروس اللي في منه بين عائلته 7 بيعملوا مرض عند الإنسان، في على الأقل 4 أو 5 منهم هن موسميين وهن عادة فيروسات رشح. لذلك الموجة الثانية إذا ما كانت ستظهر في الخريف، يعني ناخد حريتنا بالصيف؟ مش بالضرورة ناخد حريتنا بالصيف. بالصيف علينا أن نتحصن زيادة، علينا أن نستفيد من الإنجازات اللي حققناها، أن نقوي معلوماتنا. أنت أكبر دليل اليوم الموضوع اللي عم نحكي فيه أنا وياك، الموضوع اللي بنحكي فيه اليوم أنه الدراسات كل يوم عم تفرجي أنه في تطور جديد بمعلوماتنا عن هذا الفيروس،
لذلك كل ما بنينا معلومات زيادة عن هذا الفيروس وكل ما بنينا قدرة أكثر على استيعاب تصرفاته وعلى كيف نتعايش معه وأن نحافظ على حياتنا، لأنه نحن كأطباء أهم نصيحة بنعطيك إياها أنه خليك بالبيت وبتظهر، لكن مين بطعميك، مين بشغلك، مين بيعمل دورة الحياة. لذلك علينا أن نجد هذا التوازن الدقيق بين دورة الحياة وإعادة عجلة الاقتصاد وعجلة كل الأمور الحياتية السقفية والتربوية والرياضية وغيرها والعائلية بالطبع والوقاية من الفيروس. وأنا أعتقد أن فصل الصيف هو مناسب جيد لهذه الأمور، وعلى أمل أن تظهر ملامح أو يظهر اللقاح في الخريف. عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية البروفيسور عبد الرحمن البزري، شكرا لك، نورتنا. شكرا لك. مشاهدينا، أجواء موسيقية على القانون والعود والطبلة، فاصل أول ثم نعود. يعني شكرا جزيلا على العزف الرائع. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. يتفق الخبراء على أن العالم بعد انتهاء أزمة كورونا سيكون مختلفا عما كان قبله، وبدأ ذلك يظهر من خلال تغير نمط الحياة اليومية وشعور الكثير من الأهل بالخوف والقلق على مستقبل أولادهم. فكيف سيكون مستقبل أولادنا؟ عن هذا السؤال وغيره تجيبنا الاختصاصية في الطفولة المبكرة مفيدة بوصبات زهرة. صباح النور. صباح النور. وانت بخير.
ميرسي وعيدكم مبروك. بعرف في شمال افريقيا ما بيقول يعطيك الصحة العافية. يعطيك العافية. يعطيك الصحة. العافية يعطيك الصحة. الجمر ميرسي. طيب خلينا نتحدث عن التحديات التي تواجه الأهل والأطفال أيضا في هذا الوقت. اليوم عندنا مشكلة اللي هي المشكلة الأساسية واللي هي التداعيات. التداعيات اليوم ما هيش وليدة اللحظة ولا وليدة الكورونا، لأنه احنا في هالثلاث شهور حطينا مشاكلنا الكل على الكورونا. احنا مشاكلنا متراكمة من زمان، وبلشت بالأساس يعني في 2011 بعد الثورات العربية والحروب ومنجر على المنطقة العربية وكله. فكل هذه تراكمات، التراكمات هي تراكمات اقتصادية اجتماعية نفسية ثقافية، وتأتي على شكل منظومات. أهم منظومة عنا احنا كعالم عربي هي المنظومة التعليمية، لأنه اليوم اللي نشوفه فيه أنه جات الكورونا فعلقينا البديل اللي هو التعليم عن بعد أو التعليم أونلاين. أو الهيكل التعليم هذا موجود من زمان، يعني من 1892 تأسست أول جامعة بالمراسلة في أمريكا، وبلش شوي شوي أنها تتطور لوصلت للعالم العربي واللي فيه آليات. اليوم المشكل بالأساسي مش في التعليم أو في المستقبل، هو المشكل في اللي يتسمى نسميه بالإنجليش هو البرن أوت. أنه أحنا اليوم هالتراكمات اللي عشناها من 2011 حتى قبل، بس احنا ركزنا على 2011 لأهمية التاريخ التغيري اللي اجا. فرحنا من هل الدات او من هل التاريخ الى يومنا هذا. جات الكورونا، يعني الكورونا يعني شيء من هل التداعيات الكل، لانه مش هي سبب مشاكلنا بالاساس. يعني احنا عندنا مشاكل وتراكمات. نحكيه اليوم على خوف الأهل. الأهل من شو خايفين؟ خايفين أنه اليوم احنا كتير رابطين حياتنا بالشهادة. أنا سمعت حد الدكتور قال أنه الشهادة توصل في يوم من الأيام قيمتها من قيمة الحبر المكتوبة به. يعني شي بيخوف. يعني أنت اليوم تقول أنت للأهل أنه شو صاير في مدارس عم تسكر لأنه في تداعيات اقتصادية كثيرة. يعني هل في مدارس مش عم تعطي أونلاين لأنه غير مجهزة للتدريس؟ بالضبط هذا هو. لأنه احنا اليوم كلوجستيك أو كميكانيزم كآليات بعدنا في العالم العربي بعيد على هالمشروع. كل مشروع قائم وموجود. يعني بعتذر عن مقاطعتك، ولكن نحن في بعض المناطق عندنا مشكلة أمية. يعني في أطفال لا يذهبون إلى المدرسة. بالضبط من غير لأنه في التسرب المدرسي في أو في الحروب في المناطق اللي فيها حروب الأطفال مش يروحوا على المدارس. في عنا اليوم حتى في نوع يعني في فئة كبيرة من لأنه بالأساس 90% من اللي عم بيدرس في الولاد في البيوت هن الأميات. مش كل الأمهات متعلمة. صحيح. تعرف تحط ID وتحط باسورد وتفوت لتطلع، لانه هلا في ابلكيشن كثار في الاي سكول في الزوم في هالتطبيقات كلها التطبيقات. طيب عندنا كل هذه المشاكل واكثر. الان الاهل في حاله قلق وتوتر، واجبنا انه احنا نحضر ابنائنا للمستقبل. احنا الان لا نعرف لماذا يجب ان نحضرهم، على ماذا يجب ان نحضرهم، وما هي الاسس، كيف نحضرهم للمستقبل بالضبط. الذي لا نعرف عنه شيء. هو المشكله اللي انا حكينا فيه، لانه احنا اليوم فتنا اللي تسمى في البيرن اوت. البيرن اوت هو الاحتراق الذاتي. انت اليوم عندك مخاوف ممكن نحطوها بين قوسين اكبر حتى من التعليم. انت اليوم تفكري كيف بدك تجيبي اكل تكملي في قصة المدرسة اللي المدارس هلأ عم تطالب به، لأنه المدارس لازم تدفع للمعلمين يعطيوا هالدروس. في المشاكل الاجتماعية، لأنه في البيوت مش كل الناس عندها كمبيوتر عندها جهاز ذكي، مش كل الناس عندها مكتب أو غرفة خاصة بالولد وين باش يدرس يعمل دروس. مش كل أولاد عندها الحضور الذهني والنفسي لا يعمل هالواجب. بالضبط. احنا لهنا في هالكورونا احنا كالبشر بطبيعة ويتأقلم ويحاول يفتش على مخارج لهالمشاكل اللي هو عايش فيها.
فالمشي رجعنا احنا شفنا اللي كنا الناس عم ترجع للطبيعه عم ترجع للاصول للجذور لثقافتنا العربيه، انه الناس هالفتره اخر فتره علاقتها بالطبيعه كثير شفنا اللي هي تحسنت، انه مثال في بعض القنوات شجعوا على الزراعه. يعني انا ممكن نقول هذه من وجهه نظري، مثال بدنا نركزوا اكثر في العوده، لانه الناس كل بدها ترجع الحياه الطبيعيه اول عن اخر، بده يرجعوا الاولاد للمدارس. اكيد قبل الكورونا، ليس بعد الكورونا، لان البيرن ان بعده اجى البيرن اوت، انه هو كترم وكله كاليوم انت في تسمى باللغه الفرنسيه الابويزمون بارونتال، الاهل تعبين، مش بس كل الناس تعبه اليوم. صحيح. احنا مش عارفين بكره شو عم بيصير مع المشاكل كلها اللي احنا فيها، في تداعيات سياسيه لانه المنطقه عم فيها. طيب هل نستطيع في هذا الوقت ان نبني على شيء معين؟ لا، ما بعرف في ثوابت. انا ما بدي يكون، بالعكس انا انسان كثير متفائل وما بدي يكون متشائم. يعني يجب ان نكون واقعيه ايضا بمكان محل تكوني واقعيه، لانه اليوم عندك مشاكل اكبر. اليوم مش بس المدارس، عندنا مشاكل اليوم كما حكينا اجتماعي، عندنا مشاكل نفسيه، انه انت اليوم اذا حضورك الذهني والنفسي والجسدي مش مستعد، انت ما فيك تعطي لابنك ولا شيء، لانه الولد بحاجه انه يظهر لبرا، بحاجه انه يكون في عنده علاقات بالمدارس، علاقات بدور الالعاب. على في عندنا مثال اولاد مهمشين اصحاب الاحتياجات الخاصه. انت اليوم ولد ذو احتياجات خاصه مستحيل يقعد قدام اكران وبده يحضر زوم او يسمع، او هول عندهم متطلبات واحتياجات خاصه، لانه احنا المنظومه التعليميه وصلنا بها لزمن الكورونا ضعيفه. تعتقدي انه حنتعلم منها ونطور نفسنا ولا؟ شوفي، الانسان دائما يتعلم، دائما يتعلم، وتعليمنا ما راح يقف، لانه مثلا الانسان طالبا للعلم، فاذا ظن انه علم جهل. الاخير احنا في هالكورونا تعلمنا الكثير، تعلمنا كيف نعيش وكيف نتعايش. على فكره عندك الحجز الصحي والتباعد الاجتماعي هم مختلفين. يعني انت اليوم حجزتي حالك صحيا احسن ما تضريني، احسن ما تضري امك، بيك، جدك، جدك، كل هالناس. كمان احنا في تباعد اجتماعي واللي هو شوي صعب. طيب الان نحن مثل اطفالنا الاثنين ما بنعرف ماذا يوجد غدا، والاثنين بنتعلم ونتلمس قليلا. ربما هذا يعطي فرصه ايضا للاولاد، لانه احيانا نحن نفرض وصايتنا عليهم انه احنا نعرف اكثر، ولكن ربما هذا سيعطينا نوع من التواضع انه احنا بنتعلم مع بعض. اكيد، لانه انت الاولاد ممكن انت تتعلمي من الولد والولد يتعلم منك. صحيح. لانه الولد هو في الاخير عم يتعلم انت من اللي عم تعطي. لهيك كثر انا يعني في هالفتره عملت فورماسيون اللي هي على البيرن اوت والبيرن ان، انه كيف احنا اليوم بدنا نواجه مشاكلنا بطريقه سلسه، بطريقه فيك تعطي فيها. لهي احنا يعني في الكورس اللي خذيناه، انه اليوم بدنا نرجعوا للشيء البسيط، مثل بدنا نحاولوا انه نطلعوا فينا الاشياء اللي احنا ما نعرفوهاش على حالنا، مواهبنا. مثال عندنا احنا كعالم عربي كثير مواهب مهمشه. صح. الزراعة، الموسيقى، فكرة الموسيقى كتير حلو، أنه اليوم احنا ما نعملوش ميزانية لوزارة الثقافة، مثال ما نعملوش ميزانية للمسرح، للموسيقى، الحرف اليدوية، الحرف اليدوية، الصناعات التقليدية. مثال احنا اليوم صناعاتنا التقليدية عم تندثر للماركات، للتلميع الغربي اللي احنا نستقطبوا فيه، لو احنا عنا موارد فينا نعمله، لأنه احنا بالأساس شعوب مستهلكة غير منتجة. انت اليوم بدك تحاولي طلعي من ابنك شو الحاجات اللي هو يحبها وتنميها له شوي شوي. مثل في او في الرياضه، الرياضه كثير مهمه. احنا نعمل الرياضه كلوكس، لو الرياضه كثير مهمه، لانه في ميزانيات تعتمد، في دول اقتصادها معمول على الرياضه، انه اليوم في انواع رياضه فوق بطولات. لا، احنا العالم العربي انه ما نعطيش اهميه كثير للرياضه لأي سبب، تعطيش أهمية للموسيقى. وإذا أعطيناه بنعطيه دائما للرياضات الجماعية ولا تهمنا الفردية. لأنه مثال في الكثير والكثير من الرياضات الفردية اللي يجيبوا أصحابها ميداليات وما بنسمعوا بهم، ما نعرفوهمش. يعني ربما يجب أن نفرد كمان مرة أخرى نتحدث فيها عن هذه الأشياء التي يجب أن نركز عليها في الفترة القادمة، ولكن لليوم فقرتنا إلى نهايتها. الاختصاصية في الطفولة المبكرة مفيدة بوصبات، شكرا جزيلا لك. أهلا. وأنا سعيدة لأنك أول ضيف استقبله في الاستوديو، كسرنا من الحجز من اول كورونا، فانا سعيده جدا بهذا التواصل، بتمنى انه ترجع حياه لطبيعتك. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله، ان شاء الله. ميرسي. مشاهدينا الان الى مطبخنا، الى مطبخ صباح النور مع الشيف وليد وولاء اشهى.
صباح النور مشاهدينا عن جديد. رح نبدأ معكم بالأطباق اللي كنا شرحنا عنها ببداية الحلقة. رح بلش معكم بالرز، رح حطه على النار. أنا هون الرز عندي مغسل مزبوط لطلع منه النشا تبع الرز، حطيت شوية زيت وعم نقليه. رح حط ارجع فوقه شوية زعتر وشوية كركم وأكيد رشة صغيرة من الملح. بخلطوا كله سوا فياخد طعمة البهارات اللي أنا حطيتها. وكل كباية رز بدها كبايتين مي. هول الميات أكيد أنا معيرهم قبل. رح نحط المي فوق الخليط. أول ما يبلش شغله بننوس عليه ومنغطي. هلا رح نبلش بالدجاج المكسيكي. عندي هون أنا كمان حطيت زيت على النار. رح حط بلش بتقلية البصل. رح أرجع توم نقليهم مع بعض. نرجع بدنا نحط الفليفلة الملونة. أنا هون مستعمل الفليفلة الملونة الأخضر والأحمر والأصفر. هذا الشيء أكيد ما بيغير بالطعمة بس بيغير بالشكل تبع الطبق. بنحط الفليفلة رح أرجع حط الدجاج المقطعه بهذه الطريقة. نقليهم كلهم سوا. رح أرجع حط لهم شوية من الملح ورح حط البهارات تبعهم اللي هي الكركم والفلفل الحلو والبهار الأسود. رح نحطهم كمان فوق بعضهم ورح نرجع نحطهم كلهم سوا. ونحط الزيتون المفقع ونحط الذرة وبدنا نحط الفطر. أنا هون مستعمل الفطر المعلب. أكيد الفطر الطازة أحسن بس إذا بدنا نستعمل الفطر المعلب أكيد ما في مشكل. بس أهم شيء أي شيء من المعلبات نغسله مزبوط بالماء والملح فيطلع منه المواد الحافظة. هون لكن نقلبهم كلهم سوا ونرجع منحط شوية من الصويا ومنحط مرقة الدجاج. هون فينا نضل على اللون تبع البهارات وفينا نزيد ربع البندورة. هيدا الشيء بيرجع لخيار الشخص. نتركها كلها سوا ومنتركها لتغلي مزبوط. نرجع مندوق الملح تبعها والبهارات. إذا بدها شيء زيادات أكيد منزدها. هلا رح نبلش بالسلطة. كمان هون أنا عندي سلطة الحلوم المشوي. اللي بيميز هيدي السلطة رح تتقدم كلها بشكل شوي سخن حيكون. أنا هون عندي حطيت على النار زيت زيتون. رح حط الحلوم المقطع تا يتقلى مزبوط أو ينشوى مزبوط. حطيناه على النار. وهون رح حط كمان قلي الباذنجان المقطع كمان بهذا الشكل. رح نقلي الباذنجان مع شوية زيتون مع شوية بندورة كرزية كمان على النار. كلهم عم حطهم. بنقلبهم كلهم سوا. وأكيد رح نحط شوية ملح وشوي من البهار الأسود. هون هذه رح زيحها شوي عن النار تقوي النار على الحلوم.
لكن حطينا الباذنجان ولا شعر كيفك احلى بطوني ولا على الطريقه المكسيكيه. اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. في عنا دجاج مكسيكي مزبوط بيقولوا له بويو. مزبوط صحيح المكسيكي الاسباني صحيح. لكن هون علينا الباذنجان، حطينا الزيتون فوقهم، البندوره الكرزيه، حتى الشمندر بدي اعطيه شويه حراره. انا هون الشمندر عندي اكيد مسلوق قبل، رح اعطيه شويه حراره. هلا هو دجاج مكسيكي بويو على مخيكانا مثل ما بيقولوا، بس اكيد حط له لمستك اللبنانيه، لمسه من جبل لبنان. صحيح صحيح. كمان توني لك تحيه من اهل الجبل. انا في عندي جبل لبنان حدي هلا، وجبل لبنان دينتي نسرين هلال منتجتنا. كمان اطيب عالم. سلامتك نانا اليوم مريضه. سلامه قلبك. سلامه قلبك. اذا مريضه طلع الحلقه هالقد حلوه. عفاك. حلوه ومالحه. لكن هون انا الدجاج صار على النار، زحته هلا نرجع رح نكفي تطبيقه اكيد. الرز على النار، هيدي عندي هون انا قليت الباذنجان وقليت كل شيء، البندوره الكرزيه مع الشمندر مع الزيتون. هون راح استعمل الحبق، في اكثر من نوع حبق، عندي الحبق للرفيع وعندي حبق هذا بنسميه حبق الاخضر او القاسي شوي، ريحته كثير طيبه وطعمته كثير طيبه. صارت جنينتك مشهوره. او من جنيني كمان. عن جد من جنيني طوني. انا على بالي شمهم. رح احطهم اكيد، رح احطهم فوق هيدا الخليط. سلطه كثير طيبه طوني وكثير عن جد لذيذه. ومننسى انه الشمندر هو سوبر فود او طعام خارق. صحيح. بضاهي الادويه. صحيح 100% 100%. رح نعمل الصلصه تبعها كثير سهله وكثير طيبه. يعزمك توني تبلش انت تحضر الصلصه. هي عن كنايه عن خردل. خردل شويه بلزميك كمان. وانا هون يعني هون كمان نرجع بنقول ترجع لست البيت اذا بتحب دبس الرمان ولا لا. انا رح احط دبس الرمان على الرسات، ماني حاططها بس كمان بتعطي طعمه كثير طيبه. عم بعزمك توني ما عليه ولا همك. بالعكس عزيبك راحة و شوي صغيرة. نحن عائلة واحدة بصباح النور. أكيد أكيد. شوي صغيرة من البهار الأسود. هلا السلطة هي سلطة الشيف وليد، ما لها أي جذور. صحيح 100%. لا عن جد يعني نحن بنجرب على طول نعمل أطباق خاصة لا ولا أشهى. شوية زيت زيتون. أنا اللي شفته إنه الدريسنج أو الصلصة صحية كثير. أكيد. لأن في ناس بيقولوا معروف إنه بعض السلطات كل دسمتها بصلصتها. صحيح. هون شفنا كيف بلشت الحلوم تعمل طبقة وتعمل لون، هلا أكيد أكيد فيها ست البيت بتستعمل زبدة محل الزيت بتاخذ طعم شوي أطيب ولون أحلى شوي، بس هي صحية أكثر ومن دون دسم. واللون أساسي بمطبخك؟ أكيد. نحن على طول توني بنحب نذكر على طول بنقول العين بتاكل قبل التمن، يعني نحن انت كزبون لما تكون قاعد على الطاوله يجيك الصحن اول شيء شكله، ثاني شيء ريحته، ثالث شيء بتتجرأ تذوق. اما اذا الشكل ما عجبك ما حتنطر الريحه، واذا الريحه ما عجبتك ما حتتجرأ تذوق. والبرزنتيشن او طريقه التقديم اساسيه بالمطبخ. اكيد اكيد 100%. لكن هون قلينا كل هالمكونات، رح نرجع انا حطهم مع الروكا، رح اقلم الروكا شوي ناعم، حطها بكعب الجار ورح حط هذه المكونات كلها فوقها هي وسخنه. يعني برجع بقول هذه السلاد اللي بيميزها الحراره تبعها، يعني ما سلاد بارده، سلاد شوي سخنه. باخر شيء رح ارجع احط عليها الرمان مع الجوز لتكمل هذه المكونات الكثير غذائيه وكثير صحيه. عندنا دبس رمان وعندنا رمان طازج، وشو مصير البويو المكسيكي كمان كمان الدجاج المكسيكي. كمان خلصنا تطبيق رح نرجع على النار. هون الحلوم خلص عندي توني، فيك توقف حاره مرسي لك على صحتك. هي هون كمان خلصت عندي مكونات كثير صحيه وكثير غذائيه. اوكي توني هيك بتكون تقريبا خلصت اطباقنا. اكيد رح نرجع اخر الحلقه نشوف كيف رح يتم تقديم هذه الاطباق بشكل كثير حلو. وميزة هالسلطة انها ساخنة 100% جديدة علي انا صراحة. صحيح صحيح. بس بوثق فيك. تسلم. بوثق بالاكل السخن او البارد عندك. شو رايك نروح لمعلومة غذائية ايضا؟ فاصل ثم نعود لمتابعة صباح النور.
صباح النور من جديد مشاهدينا، صباح النور من جديد سارة. صباح النور توني. عم تحلمي هالأيام؟ بنحلم بالسلامة، يعني قلناها أنه هذه الأيام بنحلم أنه ما نسمع أخبار سيئة وتكون كل الأخبار اللي بتجي حلوة وكذا يعني. هذه أحلام اليقظة. صحيح. قدمنا لك ببداية الحلقة بحلم بيك. أوكي. كان طلب خاص منك. فهمت الموضوع. صحيح. من المرة الماضية. ولاحقا رح نقدم لك يا أغلى من أيامي. يا أحلى من أحلامي. أنت اللي هتعزفها بنفسك؟ أنا اللي أنا مختار كل الأغاني اليوم. عارف مين معنا. طيب كويس. ما خليكي معنا. أكيد. وخليكم معنا مشاهدينا. لماذا؟ لأننا سنذهب الآن إلى وقفتنا السياسية الثانية وآخر المسجدات السياسية والإخبارية مع الزميلة ليال بشارة. مع الخبر إليك. شكرا سارة. مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان حميدتي ينفي وجود قوات سودانية تقاتل في الأراضي الليبية، والجيش الليبي يؤكد سحب مئات المرتزقة الروس من محاور طرابلس. ترامب يعلق الرحلات الجوية من البرازيل خوفا من فيروس كورونا، وحصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 97,000. وزارة الصحة المصرية تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا، والوباء يودي بحياة المزيد من الأشخاص في اليمن والعراق. الرئيس الفنزويلي يحتفل بوصول أولى ناقلات النفط الخمس التي أرسلتها إيران إلى بلاده، ويتوعد الإدارة الأمريكية. مشاهدينا، عقدت أمس أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم في عدة قضايا جنائية خطيرة، ألا وهي رشاوى، احتيال وخيانة الأمانة العامة، في القاعة التي تحمل الرقم 317 في محكمة القدس المركزية، وهو يرتدي كمامة على وجهه. وعلى الرغم من أن هذه الجلسة الأولى لا تبدو أنها مهمة للوهلة الأولى، إلا أنها كانت ضرورية لاستكمال الجلسات الأخرى، وبالفعل تم تحديد الجلسة المقبلة في 19 من تموز يوليو القادم. الأهم أنه تم قراءة التهم الموجهة إليه، وأكد نتنياهو بأنه قرأ وفهم ما جاء فيها، وهي الخطوة الأولى لإكمال الجلسة المقبلة دون حضور نتنياهو. مشاهدينا، هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي ماجد عزام، هو معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول. أستاذ ماجد، صباح نور وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور لحضرتك، صباح النور لدى المشاهدين. فتر سعيد مثل العادة، العيد يثير الأمل فينا أنه الأيام الجاية تكون أحسن إن شاء الله. لكم أيضا إذن ولمشاهدينا الكرام. أستاذ ماجد، هل بدأت مرحلة عد الأصابع بين نتنياهو والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مع بدء أولى جلسات محاكمة نتنياهو بعدة قضايا بينها فساد؟ يعني أعتقد أنها انتهت مرحلة عطف مع المستشار القضائي للحكومة. كانت القصة مع الهيئة القضائية ومع المحكمة، كانت مرحلة عض الأصابع في السنوات الماضية قبل بلورة لائحة الاتهام. كان هناك ضغوط على المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة لعدم تقديم لائحة اتهام أو لكي تكون ملطفة لا تتضمن ضمان خطيرة مثل الرشوة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال. كان نتنياهو لا يريد أن تتضمن وصوله هو حتى إلى قاعة المحكمة. هذا أمر كان مهم بالنسبة له. ثلاث سنوات يعني كان هناك شد وجذب، حرب ضد المدعي العام، ثم الذهاب إلى انتخابات ثلاث مرات في خلال سنة ونصف. لكن في النهاية وصل نتنياهو كمتهم إلى قاعة المحكمة، رغم أنه أمس رفض أن يجلس في مقعد المتهم إلى أن تغادر الصحافة. لكن المشهد أمس كان تاريخي، بمعنى أنه لأول مرة يجلس رئيس وزراء يحاكم وهو في سلطة الحكم. نعم بالفعل. أستاذ ماجد، قبل أن نكمل هذه المقابلة اسمح لي أن نتابع هذا التقرير أعده مراسلنا إذن في القدس أمير الخطيب عن أولى جلسات إذن محاكمة بنيامين نتنياهو التي تم تحديد الجلسة المقبلة في 19 من تموز يوليو القادم. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ونعود إلى المقابلة السياسية. في خطوة استثنائية يتهم القضاء رئيس حكومة الاحتلال بالاحتيال وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة. نتنياهو دخل قاعة المحاكمة بعد ثلاث سنوات من التطورات المثيرة في ثلاثة ملفات فساد.
نتنياهو كان ممكن يكون بالسجن من قبل 6 شهور أو 7 شهور، لكن هو تمسك برئاسة الوزراء واستطاع أن يقوم بتكتيكات محددة وأدخل إسرائيل في 3 انتخابات في سنة واحدة حتى لا يذهب إلى السجن من أجل أن يحافظ على موقعه كرئيس وزراء. لم تدم الجلسة الأولى أكثر من ساعة، استبقها نتنياهو بشن هجوم على القضاء الإسرائيلي وعلى الإعلام وعلى كل من لا يؤمن ببراءته من تهم الفساد. والآن هو طبعا يحاول يستغل ظروفه الخاصة فيه ومكانته حتى يبرئ نفسه بطريقة أو بأخرى، حتى لو زيف لو رشى لو إلى عمل من النوع، في هناك شهود ملكيين عليه بمعنى آخر مثبت من قدم له رشوة، من قدم له حاجات، هو وزوجته كانوا بياخذوا بعض الحاجات على حساب المجتمع الإسرائيلي. 2، هناك أيضا موضوع الغواصات قضية مثبتة وعندها في قضايا أخرى. وفي خضم أجواء الحرب السياسية والإعلامية التي يتقنها نتنياهو بحسب مختصين، يزيد حزبه من معيار التعبئة ويحشد أنصار نتنياهو أمام مبنى المحكمة هذا حاملين لافتات تدعو للنيل من خصوم نتنياهو. هنا انتهت أولى جلسات محاكمة نتنياهو الذي يعول على براءة يراها حتمية، في حين يؤكد مراقبون صعوبة منالها حتى لو كان المتهم رئيس حكومة. ليبقى السؤال حول مآلات هذه الجلسات في المحكمة المركزية التي ستعقد خلف هذا الساتر الأبيض. أمير خطيب التلفزيون العربي، القدس المحتلة. الكاتب الصحفي ماجد عزام من مدينة إسطنبول، نتنياهو قال يوم أمس: إذا أردتم محاكمتي عليكم تجريم جميع وزراء الليكود لأني أمثلهم. هل نتنياهو هو الحكومة والحكومة هي نتنياهو؟ بتنا في عصرنا اليوم. صحيح، هو يتصرف حتى وزيرة سابقة ليمور ليفنت وهي كانت من قيادات الليكود قالت أنه يتصرف على طريقة لويس الرابع عشر، أنا الدولة والدولة أنا، في الحد الأدنى يتصرف أنه أنا الليكود والليكود أنا، هذا صحيح. ولذلك كان مشهد القبائلي، معظم وزراء الليكود ومسؤولين كانوا خلفهم كما رأينا في التقرير. والأهم حتى تخيل أن رئيس الكنيسة يريف ليفين في عديد من دول العالم تعتقد أن هذه ذروة الديمقراطية، وهذا دليل ساطع على الديمقراطية، يعتبر أن هذا ذروة انحطاط القضاء حتى في توزيع الحقائب، يعني وزعها نتنياهو على المقربين، على من أعلى، على من رفع صوته عاليا ضد القضاء، ضد المؤسسة القضائية. وأمس هو أيضا تحدث أنه هذه ملاحقة شخصية وسياسية، هذه ملاحقة شخصية لنتنياهو، هذه ملاحقة سياسية للليكود واليمين، يحاول أن ينفي، يحرف الانتباه عن أن تم دلائل صلبة فيما يتعلق بالهدايا، فيما يتعلق بالرشوة اللي قدمها لماله في ملف 4000 والأخطر، يعني 1000 الهدايا، 2000 محاولة الحصول على تغطية من يدعوات مناسبة مقابل تخفيف توزيع إسرائيل اليوم اللي هي مجانية، أقام له شيلدون أديلسون المليون الأمريكي مجانية توزع، أصبحت صحيفة رقم 1. لكن الدلائل الخطيرة في الملف رقم 4000 قدم من ميزانية الدولة لمالك شركة بيزك للاتصالات شاول ألوفيتش مقابل تغطية في موقع ولا اللي هو يعتبر الآن أهم المواقع الإلكترونية في إسرائيل. طبعا نتنياهو كان عليه شبهات في ملف الغواصات اللي هو الملف 3000، يعني الناس تستغرب ليش 3000 كان ملف الغواصات. نتنياهو كان عليه شبهات لكن ليس هناك دلائل صلبة، لكن محاكم ابن عمه، يحاكم محاميه، يحاكم رئيس مكتبه، يحاكم قائد البحرية، هناك أيضا يعني دلائل كانت قوية عليه، ربما من الناحية السياسية ودين، من الناحية العسكرية في المؤسسة العسكرية، لكن واضح أنه هناك دلائل صلبة ضده، وهو يحاول حرف الانتباه إلى الناحية السياسية لأنه يستهدف، وهناك محاولة لسرقة الأصوات اللي حصل عليها في الانتخابات الماضية. نعم أستاذ ماجد، لم يعلق بني جانس على هذه الحكومة، اكتفى بدعم القضاء الإسرائيلي والمؤسسات القضائية، إذن هو الذي كان يعتبر قبل ائتلافه مع نتنياهو أن نتنياهو يجب أن يكون في السجن وليس على رأس حكومة، بالتالي كيف يمكن لجانس اليوم أن ينظر إلى هذا الجمهور الذي صوت له بآخر انتخابات كنيسة داخل إسرائيل؟ يعني تعرف الإعلام كان قاسي جدا على جانت، سرق الأصوات، قدموا له، صوتوا له الأصوات، أخذها
لمنع نتنياهو من البقاء في سدة الحكم في النهاية، حتى التفويض اللي أعطاه له الرئيس الإسرائيلي ريفلين أعطاه في النهاية جيره لنتنياهو، وأمس كتب بشكل مختصر أنه لابد من الاحترام القضاء احترام الدولة، وأن نتنياهو متهم إلى أن تثبت إدانته. واضح أنه موقعه حرج ويتلعثم، يعني يتحدث كأنه في فمه ما، يعني موقفه الحقيقي أن نتنياهو متهم يجب أن يكون في السجن، وأنه نتنياهو هناك وصمة عار، وأنه نتنياهو نفسه تخيل في 2009 عندما تم توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء آنذاك يهود أولمرت، نتنياهو طالب بقوة شن حملة إلى أولمرت للاستقالة، وكان يتحدث أنه كيف بإمكان رئيس الوزراء أن يجلس في منصة الاتهام أن يعطي الوقت والجهد اللازم وحتى أن يكون بذهن صافي لإدارة الدولة. الآن هو يفعل أكثر، لكن صحيح واضح أنه بين جينيتس يتلعثم، بين جينيتس يتخيل أنه بعد عام ونص ربما، وهذا من أهداف نتنياهو، نتنياهو ربما يصل إلى تسوية المحكمة، طبعا ستستغرق عامين على الأقل، بعد عام ونصف عندما يترك رئيس الوزراء ربما يتم التوقف إلى تسوية مقابل ألا يذهب إلى السجن يعترف بالذنب ما إلى ذلك. لكن واضح أنه بين جينت يتلعثم، الصوت الأعلى أتى من شريك السابق في المعارضة يير ليفيد اللي كان صوته عالي جدا أمس، نعم. حتى من أهود المرك اليوم أهود المرك قال أنه نتنياهو مستعد أن يحرق الدولة، يحرق المؤسسات، يحرق المحاكم من أجل ألا يدخل إلى السجن. هذا طبعا واضح من دليل أزمة، إسرائيل تعاني أزمة، نص الجزء اللي من الآن الرئيس الوزراء يحاكم، لكن الجزء الفارغ أن رئيس الوزراء يواجه كل المؤسسات، لم يعد هناك اعتبار للمؤسسات، المحكمة العليا، للقضاء، للنيابة العامة، وحتى للشرطة نفسها. نعم، على كل أستاذ ماجد، نتنياهو يريد تفادي مصير مشابه لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وبقاء اليوم بالحكومة من بقاء بني جانس من ترأسه بعد عام ونصف حكومة الوحدة الوطنية التي أتت باتفاق بين الجانبين، هذا لا يمنع أن هناك بعض النواب داخل الليكود غاضبين أو يتململون من هذا الاتفاق بين نتنياهو وبني جانس. هل يمكن أن نشهد انقلابا على نتنياهو من هذه الفئة؟ يعني كان ممكن قبل الانتخابات الأخيرة، حصل تنافس داخل الليكود بين خصمه الأساسي جدعان سعر اللي تم استبعاده من الحكومة، لكن نتنياهو أحكم قبضته على الليكود ووزع الغنائم، يعني تحدث عن حكومة بها 36 وزير، بها حوالي 18 أو 16 نائب وزير، وزع على المقربين استبعد من يمكن بين هلالين تسميتهم الأقوياء، لم يعد هناك أقوياء في الليكود. صحيح نتنياهو يحاول أن يتماشى أن يتفادى السجن، لكن ليس هناك أخطار جدية ضده لا داخل الليكود ولا داخل الساحة السياسية. المحاكمة ستستمر عامين على الأقل، ربما حتى 3 أعوام، وخلال سنة ونصف سيحاول أن يواجه المحكمة. لكن الأهم منه في خلال هذه الفترة، هذا أمر مرتبط بالمحاكمة أيضا، سيحاول ضم غور الأردن وشمال الضفة، يريد أن يدخل التاريخ نتنياهو كان بصفته أطول رئيس وزراء ورئيس وزراء الذي قضى أطول فترة في سدة الحكم، يريد أن يدخل التاريخ من وجهة نظر المتعصبة الأيديولوجية كمن ضم غور الأردن والضفة وفاض حل نهائي بالقوة بالقاهر بالجبروت على الفلسطينيين، وليس كمن دخل السجن، وذلك هو سيحاول الصفقة ربما بعد عام ونصف. تعتبر هذه المحاكمة أستاذ ماجد هي الأولى لرئيس وزراء ما يمارس الحكم داخل إسرائيل، هل ترى في ذلك ديمقراطية زائفة؟ الديمقراطية ليست زائفة، هي ديمقراطية جدية، يعني حتى كما يقول إخواننا أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48، لا شك أن إسرائيل ديمقراطية لليهود وهي يهودية للعرب وعنصرية للعرب، تمارس التمييز العنصري ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 وتمارس الفصل العنصري ضد أهلنا في الأراضي المحتلة عام 67، لكن لا شك أنه أن يجلس رئيس الوزراء في مقعد المتهم وهو في سدة الحكم وأن تكون هناك محاكمة شبه عليه، طبعا هو طلب بث محاكمة على الهواء لكن رفض، لكن عمليا في وسائل الإعلام الملفات كلام الشهود، لا شك أن هذا دليل ديمقراطية لا يمكن الشك أو الجدال في هذا. لكن الأمر الآخر عندما يتحدث رئيس الوزراء قبل أن يدخل المحكمة عن استهدافه سياسيا، يتحدث وزراء ونواب الليكود ضد المستشار القضائي للحكومة العين نتنياهو اللي يرتدي قبعة دينية ووصلت إلى حد تهديده بالاغتيال، واضح أن هذه ليست مظاهر ديمقراطية أو أن الديمقراطية تتآكل. وأنا أود الإشارة إلى شيء مهم جدا، في بداية الخمسينات ألقى مؤسس إسرائيل دافيد بن غوريون خطاب في الكنيسة وقال أنه سيشكل حكومة مع أي طرف بدون ركح وبدون حرود،
يعني راك هو كان حزب الشيوعي فمساعده بعد الجلسة سألوا أنه الشيوعيين هناك عرب ونحن نعرف موقفهم هناك لماذا ليس حيروت اللي هي الحركة الأم ذا اللي يكون اللي أساسها مناحن بيجي أنه لماذا حيروت هؤلاء الصهاينة وهؤلاء يعني بين هلالين قاتلوا معهم فقال قال لمساعده أنهم متطرفون أعطوهم السلطة يدمرون الدولة وواضح من الآن هناك قراءات إسرائيل نتنياهو دمر الدولة كما قال أولمرت اليوم في حديث مع قناة 24 الإسرائيلية أنه نتنياهو مستعد أن يحرق كل المؤسسات كل الدولة كي لا يدخل إلى السجن. نعم على كل المحاكمة قد تستمر 3 سنوات والقانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو إذن بالاستقالة في خضم هذه المحاكمة. الكاتب الصحفي ماجد عزام شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول. العافية. شكرا أستاذ ماجد. مشاهدينا لم يتبقى لنا سوى شكركم أنتم على حسن المتابعة والإصغاء. الآن نعود إلى توني وسارة من جديد. شكرا جزيلا لك ليال. والآن مشاهدينا ننتقل إلى طرابلس عاصمة الشمال اللبناني حيث حولت الفنانة التشكيلية حياة ناظر سطح المبنى الذي تسكن فيه إلى حديقة معلقة ومكان ترسم فيه لوحاتها في الهواء الطلق. نتابع. أول ما بلشت كورونا وانزربنا بطل فيي روح على استوديو عندي لا أقدر أرسم لأنه صرت قاعدة ببيت أهلي بطرابلس بطلت ببيروت ما فيني أعيش من دون ما أرسم يعني عندي حاجة لأنه أرسم وقلا بصير بتضايق ما بعرف لأريح حالي بتطلع على السطح بلشت أرسم وبعدين قلت ليه ما ببلش أزرع كمان صرت جبت شجر وشتلات وورود وصرت ازرع كتير اشياء على السطح فحولته مثل من مطرح كان هيك بشع وبايخ لمطرح هيك صار مثل جنينتي الصغيره اللي بقدر ارسم فيها وعبر فيها عن كل شيء عم حس فيه لانه بوقت الكورونا الواحد اول شيء بيصير بيضيق خلقه من القعده بالبيت بتتعب نفسيته فحسيت انه اذا بدي ضلني مزروبه بالبيت ما حيمشي الحال دايما اللوحات بحب يكون لهم رساله عم وجهها اوقات بتكون شيء شخصي عني او عن حدا عم بعمل له لوحه له بس وقت الثوره صرت استوحي من الثوره ومن الشارع من الناس كل ما يتكسر شيء ارجع ابني منه طلعت معي فكره بسال حدا شو احلى غنيه عندك وبصير منها بستوحي الالوان وبحطها وبصير برقص عليها فبتطلع الغنية والرسمة مع بعض فحطيت مرة هيك الكانفا تبع الرسم على الأرض حطيت ميوزك وكبيت بينت هيك نقيتهم عشوائيا وصرت على البيت تبع الميوزك على النغمات أرقص على الكانفا فينخلط الألوان تنخلط عبرمات إجرية أنا وعم برقص فطلعت الرسمة حلوة وبعتها لقلي انه لازم يصير كلياتنا نستعمل السطوح ولازم حتى البلديات يصيروا يسمحوا لنا انه نستعمل الاسطح عنا منه لانه اذا بنزرع على السطح او بنصير بنحط على الاقل كم شجره كم شيء بنزرعه هذا منيح للطبيعه على الاقل بنكون عم شوي عم ننقي الجو من التلوث اللي نحن عم نضره بالبيئه هذا اول شيء ثاني شيء بيريح نفسيا انه لما الواحد يطلع على السطح يتنشا الهواء يبطل قاعد بين 4 حيطان ببيته فانا كثير مع انه نستخدم السطوح يعني حلو هالتقرير جدا واللي لفت نظري اخر لقطه والكاميرا بتبعد تطلع جدال السطح البيت عنده مزهر واشجار وفنون ورسم وحياه وهي بترقص والاسطح اللي جنبها كلها بتعرفي هون في تباعد اجتماعي بالتصوير ايضا في تباعد بالتصوير الكاميرا كانت كان تباعد صحي لفتتني جدا حياه وعرفت كيف تحول الحجر المنزلي إلى حجر صحي بكل ما للكلمة من معنى صحيح واللي دائما بنقوله أنه الحزن أو الزعل أو الإيجابية أو التعامل كيفية تعاطيك مع الأحداث اللي بتصير حواليك هي خيار شخصي يعني أنت اللي بتختار أنه أنت عاوز تكون مبسوط
عاوز تلاقي شيء إيجابي. دائما كل شيء في الحياة فيه جزء إيجابي وفيه جزء سلبي، والإنسان هو اللي بيختار من أي زاوية عاوز يشوف الأمور. صحيح. والشخص الإيجابي ما لا يكترث للظروف من حوله، حتى صحيح. بيشوف بالظروف الكأس أو الملآن من الكأس، بينما الشخص السلبي بعده لهلأ كأنه من هلأ منتظر الموجة الثانية والثالثة من كورونا ورغب. تستهوي الأفكار السلبية للأسف. صحيح. ويمكن كل ما بنفتش على شيء معين حياة بنجذب كثير منه. صح؟ نعم. صحيح. صحيح. الآن نذهب إلى تقرير آخر. مشاهدينا، ابتكارات جديدة للحد من انتشار الوباء. أول كمامة في العالم تضيء عند رصد فيروس كورونا، وأخرى يمكنها أن تحلل بروتينات الفيروس وتقتله. كيف نتابع؟ أول كمامة في العالم تضيء عند رصد فيروس كورونا، ابتكار جديد للحد من انتشار الوباء حسب علماء في جامعة هارفارد ومعهد MIT للتكنولوجيا. الكمامة الجديدة تصدر إشارات ضوئية عند رصد تنفس أو عطس أو سعال شخص مصاب بالفيروس. العلماء استفادوا من تقنيات مماثلة سابقا لرصد واكتشاف فيروسات مثل سارس وإيبولا وزيكا، بحيث تحتوي الكمامة على مواد ترتبط بالحمض النووي للفيروس تجففه وتكشفه. رغم أن تطوير الكمامات لا يزال في مرحلته الأولى، إلا أن النتائج تبدو حتى الآن واعدة جدا. يمكن أن تستخدمها المستشفيات للمرضى عند دخولهم أو حين الانتظار قبل إجراء الكشف للمصابين. من أمريكا إلى بريطانيا، تتوالى الجهود في ابتكار أقنعة طبية قادرة على أن تواجه كورونا، حيث صمم مجموعة من الباحثين البريطانيين في جامعة كنتاكي قناع وجه طبي يمكنه أن يقتل كورونا عند الالتصاق به. القناع الطبي مصنوع من أوراق مسطحة بها إنزيمات تلتقط الفيروس وتعطله عن العمل، حيث يمكنها أن تحلل بروتينات الفيروس وتفصلها، ما يؤدي إلى مقتله. تقنيات واعدة ولدت من رحم الكوارث، لم نكن لنراها لولا كورونا الذي سرع عجلة الابتكارات. يعني العلم بيتطور وكل يوم بيجيبونا اختراعات جديدة بتسهل الحياة، وأعتقد أنه الكمامة المضيئة جدا مهمة والحياة مهمة بالتأكيد والعمر مهم. صحيح. لذلك سنسمع أنت عمري على طريقة العازفين الثلاثة معنا اليوم، كنا هديناك إياها. شكرا جزيلا. يا أحلى من أحلامي. إذا على طريقة يزن، ريما ورضوان.
صباح النور مجددا مشاهدينا. للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 أطلقت تونس تطبيق احمي الذي يسمح بتعقب المصابين بالفيروس وتحديد أماكن تواجدهم والمخالطين لهم في الفضاءات العامة ووسائل النقل عبر الهواتف الجوالة واللوحات الإلكترونية المجهزة بنظام تشغيل أندرويد أو iOS. عن هذا التطبيق نتحدث مع مدير شركة ويز لابس المشرفة على المشروع عقيل النقاطي الذي ينضم إلينا مباشرة من تونس. صباح النور أستاذ عقيل. يعني سمعنا أن فرنسا ستطلق الأسبوع المقبل تطبيق جديد تطبيقا اسمه ستوب كوفيد. ألمانيا، كوريا الجنوبية ودول أخرى أطلقت تطبيقات إلكترونية مماثلة لتعقب فيروس كورونا. ما الجديد في تطبيق احمي من تونس؟ هو كما نعلم جميعا واحدة من أهم خصائص فيروس كوفيد 19 أنه عندما يصاب به شخص ما يمكن أن يظل عادي مع الأعراض لمدة تصل إلى 14 يوم. في هذا التوقيت يكون معدي لمحيطه، معدي للأشخاص الذين يقتربوا منهم، يعني وهم بدورهم هؤلاء الأشخاص يصبحون عديم الأعراض ويقومون بنقل العدوى لأشخاص آخرين، وهذا هكذا يتم تفشي الفيروس. يعني واحدة من المهام التي يقوم بها الطاقم الطبي فور التأكد من حالة هو أنهم يقومون بالاتصال به ويقومون بمراجعة كل الأشخاص الذين اقترب منهم. بالطبع في حالة الحجر الصحي هذا يكون ممكن لأن الأشخاص الذين نقترب منهم هم من الأصدقاء، من العائلة إلى غير ذلك، لكن مع رفع الحجر الصحي الشامل أصبح هذا الشيء شبه مستحيل. يعني نقترب من أشخاص في وسائل النقل، في المحلات التجارية إلى غير ذلك، لا نعرفهم ويصبح هذا الأمر غير ممكن بتاتا. من هذه الفكرة طورنا تطبيق أحمي الذي هو يمكن من استخدام خاصية البلوتوث، يعني يقوم بإرسال إشارات بين الهواتف كل مرة يقترب فيها شخصين من بعضهم البعض. وبهذه الطريقة عندما تصاب حالة ما يمكننا الرجوع 14 يوما إلى الخلف، حيث يمكننا أن نجد الأشخاص جميعهم الذين اقتربوا من الحالة المؤكدة. ما الفرق بين التطبيق أحمي وبقية التطبيقات؟ يعني تطبيق أحمي خصص وصمم لكي يتماشى مع عندما نقول الواقع التونسي والواقع العربي عموما. هو أن عندما يقوم شخص ما بحالة مؤكدة لا تقوم هي بالإطلاق الإشارة، يعني الإشارة تطلق من الـ الإشارة أنه الشخص ما قام أصبح حالة مؤكدة تقوم من الطاقم الطبي. أيضا يعتمد على رقم الهاتف الجوال حتى يتمكن الطاقم الطبي من الدخول في اتصال مع الأشخاص المصابين ويقوم بالتحاليل اللازمة وإدخالهم في الرعاية الصحية اللازمة حتى قبل ظهور الأعراض. هذا هو الفرق. نعم، وإلى أي مدى ساندتكم أو تساندكم وزارة الصحة في تونس في تطبيق أحمي؟ هو تطبيق أحمي اليوم تم تبنيه من وزارة الصحة التونسية، يعني هو تحت إشراف وزارة الصحة التونسية وتحت إشراف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. قمنا في يوم الاثنين الفارط بإمضاء اتفاقية إجازة استعمال من قبل السلطات التونسية، وأصبح اليوم في الخدمة والجهة التي تقوم بمراقبته وبدعمه وباستعماله وباستغلاله هي المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. نعم، ونعرف أن هناك هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. إلى أي مدى تتوخون في تطبيق أحمي حماية هذه المعطيات، هذه الخصوصيات؟ هو يعني عندما تم تصميم تطبيق أحمي قمنا في جميع مراحله كنا في بالنا يعني حماية المعطيات الشخصية، يعني جميع المراسلات التي تتم بين الخوادم المركزية والتطبيق مشفرة بالكامل، أرقام الهواتف التي يتم جمعها مشفرة بالكامل، نقوم بفسخ جميع المعلومات
المسجلة بعد 14 يوما يعني يتم تسجيل جميع مراحل الدخول لحساب ما يتم تسجيلها ونقوم بإعلام المستخدم أنه جهة ما قامت بالدخول إلى حسابه، وهذا كان تحت يعني توصيات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. يعني قمنا بعرض المشروع عليهم وقاموا برد بجميع المراحل وجميع الخاصيات التي يجب أن يحملها هذا التطبيق، وهذا ما قمنا به في جميع مراحل التطبيق. أيضا يعتمد التطبيق خصوصا على التواصل مع المستخدم وإعلامه بكل ما يجب بحقوقه في حماية المعطيات الشخصية، بإعلامه بالتراخيص الذي تستخدم، بماذا يقوم التطبيق تحديدا. يعني في هذا كله اعتمدت على الشفافية، المراقبة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وأيضا على الاستاندار كما نقول في تونس المعتمدة لحماية المعطيات الشخصية. نعم. طيب، عرفنا أن التطبيق مرتبط جذريا بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، هل يمكن أن يعني يوسع عمله، توسع عمله ليشمل دولا أخرى غير تونس؟ بالطبع، هو التطبيق مفتوح يمكن لجميع الدول. يعني إذا توجد دولة ما تريد استعمال التطبيق وهذه الخاصيات يمكنها الاتصال بنا، ونحن نقوم بالعمل معهم جانبا إلى جنب، ويمكن حتى في من 5 إلى 7 أيام يمكن التطبيق يكون ساري المفعول ويتم استغلاله في دول أخرى. نحن مفتوحون على هذا، وهذا ما ننصح به وهذا ما ندعو إليه. نعم، ونحن نشكركم لأنكم تشجعون على الحماية، على الوقاية من فيروس كورونا من خلال تطبيق إحمي. مدير شركة ويز لابس المشرفة على مشروع تطبيق إحمي عقيل النقاطي، كنت معنا من تونس، شكرا لك. أرادت إنقاذ والدها الجريح فقامت بعمل بطولي غير مألوف، نتابع في أنا العربي. يعني العنوان الرئيسي لزمن الحجر المنزلي والحجر الصحي الألفة بين أبناء العائلة الواحدة، ويمكن العالم كله تحول لعائلة واحدة. صح، ودائما أنا بقول أنه علاقة البنات بأبهاتهم هي علاقة فيها رابط غريب وعجيب جدا، فأنا ما مستغرباها أنه دائما البنت بتحس صح، البنت بتحس أنها هي حابة تقدم أي حاجة في الحياة لأبوها فإنها تاخده. بس الحلو كمان والملفت اهتمام يمكن الجمعية الوطنية بالدراجين هناك وتقديمهم هذه الفرصة لها، انه يتم اخضاعها لاختبار بعد الاغلاق، واذا نجحت فيه حيتم ادراجها لاخذ ربما دورات متخصصة كمان. إدراجة من خلال الدراجة. من خلال الدراجة، صحيح. شو رأيك بخبر إنساني تاني كمان؟ خبر إنساني تاني مشاهدينا ومع توني.
آرتشي ويليامز أفريقي أمريكي قضى 37 عاما من عمره في السجن ظلما، متهما زورا باغتصاب وقتل امرأة في منزلها عام 1982. العام الفائت في مارس 2019 وفي فحص متأخر للحمض النووي كشفت براءة آرتشي ليطلق سراحه وينطلق مجددا إلى الحياة. الأسبوع الفائت عرضت محطة NBC الأمريكية حلقات مسجلة لبرنامج الهواة الأمريكي America's Got Talent، والمفاجأة كانت مشاركة آرتشي ويليامز الذي وعلى مدى 37 عاما كان يصلي ويغني خلف القضبان ويحلم أن يقف على مسرح مثل مسرح America's Got Talent، وها إن حلمه اليوم يتحقق حسب تصريحه لNBC. آرتشي أدى بكل إحساس أغنية Don't Let the Sun Go Down on Me لألتون جون وجورج مايكل، والأغنية تقول: لم يعد بإمكاني أن أرسل ضوءا وسط المزيد من الظلام، كل صوري تبهت نحو الأسود والأبيض، أنا أكبر تعبا والوقت لا يزال أمامي مجمدا هنا على سلم حياتي. آرتشي أبكى الجمهور واللجنة الحكم ليحمل بعد ظهوره رئيس اللجنة سايمون كاول أداء آرتشي عبر حسابه على تويتر، معرفا عنه ب: هذا آرتشي ويليامز، لن أنسى تجربة الأداء هذه طوال حياتي، ولن أستمع إلى هذه الأغنية بعد اليوم كما اعتدت على سماعها من قبل. آرتشي ويليامز وفي حديثه لمقدم America's Got Talent تيري كروز ذكره بأنه دخل السجن منذ 37 عاما مدركا حينها بأنه بريء لأنه لم يرتكب أي جريمة، لكنه كان طفلا أسود فقيرا غير قادر على إيجاد من يدافع عن براءته في ولاية لويزيانا الأمريكية، وختم قائلا: الحرية هي حرية الفكر، دخلت السجن ولكنني لم أسمح لفكري يوما بأن يدخل السجن. ملهم آرتشي، ملهم جدا، وقصة حبسه ربما الآن أضيفت قصة مشاركته في البرنامج، ولكن كل العالم كان متابع الوقت الذي تمت فيه تبرئته والدموع اللي كانت ملياه وهو بيحصل على العدالة أخيرا. في الصورة قبل شوية كان ما بيحمل تيشيرت في يده مكتوب عليه جاستس أو عدالة. العدالة لآرتشي تطلبت 37 عاما قضاها في الحبس، يعني مش سهل. احنا بنقول لك رقم 37 عام، ولكن لما نفكر فيها كثيرة، فانه يطلع وما زال عنده هذا الحلم انه يقدم هذا الاداء وعلى مسرح America's Got Talent ويحصل على هذا، طبيعي انه حيحصل على هذا الرد الفعل من الجميع، صحيح. وكلمة سايمون ممكن تكون جدا حقيقية، انه الاغنية اصبح لها معاني اخرى لما بتركب كلمات الاغنية على وضع آرتشي. تعرفي في أصوات بتبقى متمكنة موسيقيا وبتأدي بإحساس وبطريقة صحيحة، وفي أصوات تحمل قصص، صح، تحمل خبرات. صوته حمل قصة، من هيك أثر بالجميع، والأهم أنه رجع بصحته النفسية بعد 37 سنة بالحبس. الفقرة التالية صحية أيضا مع الزميلة سارة خان. صباح النور مشاهدينا. 1% من سكان العالم يستطيعون أكل ما يشاؤون دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أوزانهم، والسر وراء ذلك هو جين النحافة. هذا ما كشفته دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا. فهل من علاقة بين وزن الجسم والموروثات الجينية؟ نسأل الاستشارية في الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد دكتورة ميسم عكروش، والتي تنضم إلينا الآن من عمان. صباح النور دكتور. صباح الورد، أهلين، صباح الخير. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. وسؤالنا الأول: هل هناك بالفعل جين للنحافة، يعني مثل جين السمنة مثلا؟ وما علاقة الجينات بين النحافة والسمنة والجينات، ما هي العلاقة هنا؟ صباح الخير وشكرا كثير لكم، لأنه الموضوع كثير جميل ويستحق النقاش.
صراحة جين السمنة جين معروف عالميا، وليبتين جين له استعداد وراثي، فهذا الشخص يكون يحمل الجين وعنده استعداد بأن تزيد عدد خلايا الدهون في جسمه بالصغر وتكبر بالحجم في الكبر. أما بالنسبة لجين النحافة هو أكيد استعداد موروث أن يكون هذا يحرق ومعدل الحرق في جسمه أكثر من غيره، لكن لم تكن هذه الدراسة منشورة في مجلات كبيرة ومعروفة علميا. وصراحة حاولت أن أبحث عن يعني اعتماد هذا القول بصورة واضحة ولم أجد معلومات وثيقة تؤكد، إنما هو استعداد صحيح، جسم يختلف عن الآخر، جسم يحرق وجسم بطيء بالحرق وله مؤثرات خارجية غير الاستعداد الجيني. نعم، أخبرينا طيب عن هذه المؤثرات الجينية، يعني هنا نحن نتحدث عن جينات قد تتحكم، هناك بعض الناس يمارسون الرياضة ويتبعون الحميات الغذائية ولا ينقص وزنهم، وبالمقابل هناك ناس يأكلون يعني كل شيء ولا يزيد وزنهم. صحيح، هو عندنا شيء نقيس فيه، مؤشر عالمي نقيس فيه الوزن بالجسم ويسمى مؤشر كتلة الجسم، وهو وزن الشخص بالكيلوغرام على طوله بالمتر تربيع، يجب ألا يتعدى 25، يعني تحت 18.5 يعتبر قليل وهذا الجسم بحاجة إلى غذاء أفضل، بين 18 و25 يكون المثالي، فوق 25 إلى 30 يكون سمنة أو زيادة في الوزن. أما السمنة المفرطة والمرضية فعندما تكون مؤشر كتلة الجسم فوق 30. معدل الحرق بكل جسم يختلف عن الآخر، كما ذكرنا جين الليبتين وهو جين موروث له علاقة كبيرة، الحركة والنشاط ونمط الحياة الغذائي لكل شخص يختلف، مثلا يجب أخذ وجبات كثيرة في العدد قليلة في الكمية حتى تحرك الجسم وتجعله يبدأ بعمليات الحرق، نوع الغذاء، شرب السوائل الكافية، عدم أخذ السكريات التي هي حتى لو أخذت بكميات قليلة تكون فيها سعرات حرارية كثيرة وتزيد من وزن الجسم. طبعا عندنا أسباب فيزيولوجية وعندنا أسباب مرضية، يعني هنالك أشخاص لا يتحركون لأنهم كسولين، لكن هناك ناس لا يتحركون لأن عندهم ألم مفاصل، لأن عندهم ألم عضلات، لأنهم مريضين بالقلب أو أزمة صدرية ولا يستطيعون الحركة، يضيق النفس أو يتألمهم الصدر، هنالك ناس عندهم كسر مثلا ومضطر أن يكون جالس ويستعمل الووكر إذا مشى. فأحيانا لا تكون الأسباب بيد الشخص. نتذكر دائما الأدوية، في مرضى بياخذوا كورتيزون بيزيد الشهية. ألو أسمعك، كورتيزون تفضل. كورتيزون بيزيد الشهية وبيرجع سوائل على الجسم، وبالتالي المريض الذي يأخذ الكورتيزون كعلاج يزيد وزنه دون إرادته، يعني لا تكون خارجة أحيانا عن الإرادة، القلق، الاكتئاب، النوم غير المنظم عند بعض الناس يؤثر على عمليات الحرق بصورة واضحة جدا. أيضا الكثير من الأمراض زي كسل الغدة الدرقية يؤخر في عملية الحرق وبالتالي يزيد الوزن عند المرضى، الأورام التي تفرز بعض الهرمونات تزيد أيضا الوزن بشيء ليس للشخص نفسه علاقة فيه. نتذكر دائما أن معدل الحرق أحيانا يقل بمرضى لأنهم عندهم محيط الخصر بالذكور أكثر من 95 وبالإناث أكثر من 87، وهذه ما تسمى بمتلازمة الأيض الميتابوليك سندروم، وهي مشهورة جدا، وبهذا تكون مرتبطة أيضا مع أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم ودهن الدم وأمراض السكري. إذن الجسم هو منظومة كاملة من الأعضاء التي ترتبط وظائفها معا بطريقة أو بأخرى. نعم، طيب ماذا عن النحافة المفرطة؟ يعني دائما يتم الحديث أو تناول أمراض زيادة في الوزن وإهمال نوعا ما أمراض النحافة أيضا المفرطة، والتي تسبب أيضا هي مشاكل يعني بالجهة الأخرى، كيف تتم معالجة هذا الأمر؟ وهل نفس المسببات هنا إذا عكسناها تسبب النحافة المفرطة؟
شكرا، سؤالك كثير مهم. النحف المفرط او عدم القدره على زياده الوزن قد يكون طبيعي اذا كان بحدود معقوله، فيكون هذا الاستعداد الجيني او الاستعداد في الجسم وبمعدل الحر، لكن يجب ان ننتبه دائما الى ان لا يكون سببه مرضي من القلق، الاكتئاب، سوء الامتصاص، الغدة الدرقية، إفراز هرمون الغدة الدرقية يزيد الحرق ومعدل الأيض، وبالتالي الشخص لا يستفيد من الغذاء. لا ننسى السكري عندما لا يكون منضبط فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن، الإسهال المزمن، أمراض القولون التقرحي، حساسيات الغذاء وحساسية القمح على وجه الأخص. دائما نتذكر الاضطرابات النفسية المرتبطة بالغذاء زي الأنوركسيا والبوليميا، الناس اللي بيصير عندهم زي متلازمة الغذاء المفرطة، بياكل بعدين بيندم لأنه أكل، بيجبر نفسه على الاستفراغ. فعندنا أسباب مرضية زي ما هي كمان أسباب قد تكون عائدة للجسم نفسه. في ناس يبالغون مثلا بالرياضة أو يأخذون علاجات للتنحيف، يأخذوا علاج ليمنع الامتصاص أو يسد الشهية. صحيح. إذن الاستشارية في الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد دكتورة ميسم عكروش، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أحب أن أنوه أخيرا أن السمنة مرض للجسم، هي مرض، وهي قد زي ما ذكرنا تأثيرها على الجهاز الدوراني، القلب والشرايين وعمل السكر وغيره، قد تؤدي إلى أمراض المرارة والارتداد المريئي وتشحم الكبد، وهنالك ارتباط وثيق بين السمنة وبين الأورام، أورام الثدي، أورام القولون، وأورام البانكرياس. فالجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، أنصح الجميع بالمحافظة على جسم متوازن فيه جميع المواد الغذائية. إذن نصيحة دكتورة ميسم عكروش اليوم، الجسم السليم في العقل السليم، ويجب أن نهتم بأوزاننا أيضا. شكرا جزيلا لك دكتورة، شكرا لإطلالتك معنا اليوم. شكرا، كل عام والجميع بألف خير. وأنت بألف خير. مشاهدينا الآن ننتقل إلى مطبخنا، مطبخ صراح النور، لنطل إطلالة أخيرة على أطباقنا. عن جديد صباح النور مشاهدينا، مثل ما وعدناكم رح نفرجيكم كيف سكبنا الأطباق بنهاية حلقتنا. هيدا الرز مع الأعشاب طلع معنا بهذه الطريقة، وعندنا هون الدجاج على الطريقة المكسيكية مع الفليفلي والبصل والثوم والفطر والذرة. كمان برجع بذكر أنا استعملت فطر العلب، مش معناتها منه منيح، أكيد فينا نستعمله. الفطر الطازة هو أكتر جودة، بس لما ما نستعمل فطر العلب أهم شيء نغسله بالماء والملح ليروح المواد الحافظة، وأهم شيء ما نستعمل العلب اللي بتبقى مطعوجة لأن ممكن تكون منفسة وفايت عليها هواء بقلبها بكتيريا. وهون كمان عندنا سلطة الحلوم المشوي مع شمندر والجوز والبندورة الكرزية. نرجع نذكر هاي كمان طريقة تقديمها شوي مختلف عن غيرها، شوي بدها تكون سخنة مع جبنة الحلوم المشوية مع صلصة البلسميك والخردل وزيت الزيتون. هيك بتكون حلقتنا خلصت من فقرة ولا أشهى. بنروح لعندكم توني وسارة، وأكيد أن اللقاء تاني معكم نهار الأربعاء إذا الله رب. شكرا جزيلا لك. لا احنا كمان حلقتنا خلصت فعلا، بس مش بس من المطبخ، غنيه وحلوه صح حلقه وجودة. العيد واليوم كل الضيوف، واستقبلنا اول ضيف في الاستوديو وكان ايضا شيء جديد، والفرقه اليوم اللي قدمت موسيقى جدا رائعه، واكيد حنختم معها صح. رح نختم معها. كيفك مع الفولكلور اللبناني؟ حلو نتعرف عليه ونسمع. وبيكون في عنا تحيه لارواح اللي راحوا مثل الصبوحه وديع الصافي، جيب المجوز يا عبود، وسيجنا لبنان وعدلعونا. فطر سعيد وإلى اللقاء. إلى اللقاء.